اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير الماليه، والسيد احمد كوجوك نائب وزير الماليه للسياسات الماليه، والدكتور ايهاب ابو عيش نائب وزير الماليه للخزانه العامه، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه السياسات الماليه وتطور مؤشرات الاداء المالي للدوله. وقد تم في هذا الاطار عرض الاداء الخاص بالعام المالي 2021-2022 والذي اكدت محصلته قدره الدوله المصريه على التعامل مع المتغيرات الاقتصاديه الدوليه واستعاب الصدمات مما رسخ الانطباع الايجابي عن مرونه وصلابه الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الماليه الدوليه حيث استطاعت وزاره الماليه تحقيق نتائج ايجابيه جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم التي حققت فائضاً أولياً بلغت نسبته 1.3% من الناتج المحلي، في حين أن معظم الدول الناشئة حققت في المقابل عجزاً أولياً بلغ معدله 4.7%. كما شهد العام المالي 2021/2022 معدل نمو سنوي لإيرادات الموازنة يقترب من نسبة 20% بينما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي المصروفات 14.8% مما ساعد على تحقيق المستهدفات المالية وخفض عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي. في حين بلغ إجمالي الإنفاق على الاستثمارات نسبة 23%. لتتحقق طفرة كبيرة في هذا المجال مقارنة بما سبق خلال الأعوام المالية الماضية، وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر قدر ممكن من خفض لنسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي. الاجتماع شهد أيضا استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية خاصة في قطاع الضرائب والجمارك والتأمين الصحي الشامل والشبكة المالية الحكومية وحساب المرتبات إلكترونيا والدفع والتحصيل الإلكتروني وبالنسبة للضرائب فقد اطلع سيد الرئيس على ما تم من إطلاق المرحلة الأخيرة من تطوير المنظومة الضريبية الرئيسية والتشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني بدءاً من شهر يوليو الماضي والذي يتكامل مع منظومه الفاتوره الالكترونيه التي بدأ تطبيقها في عام 2020 فضلا عن متابعه تطورات اليات ومبادرات العمل الاخرى بمكافحه التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الاليات وعلى صعيد قطاع الجمارك تم استعراض المعايير الدوليه التي تم تطبيقها في الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصة ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى متوسط أقل من ثلاثة أيام مواكبة للمعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد، وكذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلا عن الإجراءات القانونية الحاسمة التي تتخذها الوزارة للتعامل مع المخالفات الخاصة. بقواعد الاستيراد والتصدير، وقد وجه السيد الرئيس بسرعه استكمال كافه جوانب المنظومه الجمركيه الجديده بجميع الموانئ والمنافذ الجمركيه المتبقيه، وذلك بهدف حوكمه الاجراءات بها وتزويدها باحدث الاجهزه الخاصه بالكشف بالاشعه، فضلا عن التدقيق في التشغيل من خلال اطقم الكوادر البشريه العامله، ليكونوا على مستوى فني ومهني راق. ولضمان امتلاكهم القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الجديدة. من ناحية أخرى، تم استعراض الموقف المالي لهيئة التأمين الصحي الشامل من حيث الإيرادات والمصروفات وعدد المسجلين من المواطنين بالمنظومة، حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولا للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية. ولتقدم خدمات الرعايه الطبيه عاليه المستوى للمواطنين كما تم استعراض اجراءات التطوير والتحديث التي تمت على الشبكه الماليه الحكوميه وبدء تطبيق المنظومه الجديده على الهيئات الاقتصاديه وحوكمه سداد المرتبات في الجهاز الاداري وكذلك القطاع الخاص بالاضافه الى عرض التطور في اجمالي قيم ومعاملات خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي للعام المالي 2021 2022 والتي حققت زياده مقدارها 30% عن العام المالي الماضي 2020 2021 وذلك في اطار الجهود الحاليه في قطاع التحول الرقمي في وزاره الماليه